حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. شددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة الاهتمام بالموازنة الاستثمارية وتطبيق بنودها وفقا لبرنامج الحكومة الجديدة. وقالت اللجنة إن الحكومة أو حكومة الكاظمي قامت بإعداد الموازنة، ولكن الأمر يبقى متروكا للحكومة الجديدة وكيفية تطبيق برنامجها الحكومي بحيث يتم تطبيق الموازنة وفقا للبرنامج الجديد. واعتبرت اللجنة أن الموازنة هي المعطل الأساس أمام تطبيق البرنامج الحكومي، وأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مكملة لبرنامج سابقتها ما لم تضع لمساتها في الموازنة من خلال إجراء بعض التحديثات على بنودها. قالت وزارة التجارة إنها ستجري مناقصات لتأمين خزين من مفردات السلة الغذائية والقمح. وكشفت الوزارة عن وجود خطة للتعاقد لشراء مليون طن من الحنطة الأجنبية لتأمين خزين للأشهر الأولى من العام المقبل، إضافة إلى وجود مناقصات خلال الأسبوع الحالي لاستيراد 100,000 طن من الرز الأمريكي خلال الشهر الحالي أو المقبل عبر الموانئ الجنوبية للبلاد. أكد رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن العالم بات في أزمة طاقة عالمية حقيقية بسبب تضييق أسواق الغاز الطبيعي المسال وخفض منظمة أوبك بلس للإنتاج. ووصف بيرول قرار أوبك بلس القاضي بخفض الإنتاج النفطي بمعدل 2 مليون برميل يومياً، وصفه بأنه قرار مؤسف ومحفوف بالمخاطر، لأن العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم أصبحت على شفا الركود على حد تعبيره. أعلن البنك الدولي عن تقديم 500 مليون دولار إضافية، قال إنها لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الحرب الروسية المستمرة على أراضيها. وجمع البنك الدولي نحو 13 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا. وكان تقرير صادر عن البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية قد قال إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 97 مليار دولار، وإن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 350 مليارا. انخفضت أسعار النفط في بداية تداولات اليوم في ظل مخاوف اقتصادية من تباطؤ الاقتصاد العالمي ما قد يضعف الطلب على الخام. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.18% ليصل إلى 84 دولارا و44 سنتا للبرميل الواحد، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بنسبة وصلت إلى 0.21% ليصل إلى 93 دولارا و6 سنتا للبرميل الواحد. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات والمعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، بأمان الله.